مشاهدي شاشة قناة الشروق الفضائية في كل مكان، أسعد الله مساءكم وسائر أوقاتكم بكل خير وبركة. أهلا بكم في هذه الأمسية من داخل دار اتحاد فن الغناء الشعبي، ونحن نقدم هذه الأمسية الغنائية الأصيلة التي نستمع فيها لصوت الشابين بكري البعيو ورماح الزين كلس. هذه الأمسية التي تعبق بالأغنيات الشعبية وبأغنيات الحقيبة، أجمل أمنياتنا لكم بمشاهدة طيبة لما نقدمه هذه الليلة وكل ليلة. نبتدر هذه الأمسية بالفنان الشاب بكري البعيو. Oh.
أهلا بكم في هذه الليلة وأنتم تشاهدون أمسية ليالي الحقيبة التي تأتي من مدينة أم درمان، هذه المدينة التي تحمل بين طياتها روح الفن والجمال، بقعة أم درمان المباركة، العاصمة الوطنية لدولة المهدية. أهلا بكم وأنتم تتحلقون حول الشاشات لتشاهدون هذه الليلة التي تحمل أصوات الفنانين الشابين بكري البعيو ورماح زين كلس. هذه الأمسية تأتي من داخل Come on.
هذه الليلة من داخل دار اتحاد فن الغناء الشعبي بأم درمان، هذه الليلة التي يحييها الفنانين الشابين رماح الزين كلس والفنان الشاب بكري البعيو، هذه الليلة التي تأتي من مدينة أم درمان، هذه المدينة المعتقة التي تحمل ملامح الفن والجمال، ليلة يحفها الحضور البهيج من كل بقاع السودان الذين أتوا للاستماع للفن الأصيل هنا حيث دار اتحاد فن الغناء الشعبي
روح الذين أسسوا هذه الدار تحوم هنا. هنا نستمع إلى أصوات محمود فلاح، هنا نستمع إلى أصوات عوض جبريل، وإلى الذين خطوا الكلمات الأولى في فن الأغنية الشعبية. أهلا بكم وأنتم تشاهدون هذه الليلة التي تأتيكم على قناة شروق الفضائية، ونحن نسعد بكم دائما. We'll be right back.
من داخل دار فن اتحاد الغناء الشعبي بأم درمان، ننقل لكم هذه الليلة التي تأتي متوشحة بأغنيات الحقيبة وأغنيات فن الغناء الشعبي. هنا حيث غنى كمال ترباز أغنياته الجميلة، هنا حيث غنى محمد أحمد عوض وعوض الكريم عبد الله. هذه الليلة التي تحمل جميل الأغنيات منذ أن عرف السودان الغناء في عشرينيات القرن الماضي، مرورا بأغنيات الحقيبة التي شكلت الوجدان السوداني على مدى سنوات من الزمان. أهلا بكم وأنتم تستمعون وتستمتعون برفقتنا في هذه الليلة التي يحييها الفنانين الشابين بكري البعيو ورماح الزين كلس. عدد من الأغنيات تتوالى على سماعنا في هذه الليلة، استمعنا إلى أغنيات وألحان خالدة شكلت الوجدان على مدى سنوات من عمر الزمان. هذه الليلة الشتوية التي تأتيكم من مدينة أم درمان حيث تحمل نفحات محبة فن الغناء الأصيل، والناس هنا يتحلقون حول المسرح ليستمعوا إلى الأغنيات الأصيلة التي صاغها عدد من الشعراء الذين دونوا وشكلوا الكلمات الجميلة على مدى سنوات طويلة من عمر الزمان. أهلا بكم الليلة من هذه الدار التي احتضنت عدد من الفنانين الشباب وقدمتهم على مدى أزمان، وهم الآن يشكلون الوجدان بما صاغوا من كلمات. الليلة من داخل دار فن اتحاد الغناء الشعبي نشهد هذه الأمسية التي تقدم الفنانين الشابين رماح الزين كلس وبكري البعيو، والوصلة الأولى هي للفنان بكري البعيو. أهلا بكم. مساء الخير عليكم جميعا، كل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعل العام الجديد دي عام خير وبركة ونماء، ربنا يجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وربنا يعني يصلح على الجميع. لابد من كلمة شكر تقدم، مفروض تقدم قبل الفاصل دي، لهذه الكوكبة اللي قدامكم في المسرح. الأولاد الحلوين دي يعني نشكرهم كثير جدا جدا لتعاونهم و و و و و و إبداء الاستعداد التام للمشاركة، وكتر خيرهم كثير جدا جدا والله العظيم، وعلى رأسهم قناة الشروق وعلى رأسهم إدارة اتحاد فن الغناء الشعبي. وكلمة شكر أيضا تقال لأخي الأصغر اللي حي من بعدين إن شاء الله، أخونا الأصغر رماح الزين كلس. ومن منكم لا يعرف المرحوم الراحل الزين كلس؟ يعني كتر خيره شديد جدا جدا لروحه الطيبة، لروحه الطيبة والله العظيم.
قطر في زهرها قلبي زين عناه روحي من منى Yeah.
لكم من هنا من دار اتحاد فن الغناء الشعبي بأم درمان، حيث خصوصية الزمان وروعة المكان وجمال الإنسان. يا ناير، من العام 2023 ونحن نشهد بداية عام جديد نرسم فيه الكثير من الأمنيات ونخط فيه الأحلام لوطن زاهر. خصوصية المكان وجمال المكان، حيث دار اتحاد فن الغناء الشعبي، هذه الدار التي شهدت تخريج عدد من الأسماء اللامعة في فضاء الغناء الوطني السوداني، نذكر منهم محمد أحمد عوض وكمال ترباز وعوض الكريم عبد الله وغيرهم من الأسماء التي شكلت الوجدان السوداني على مدى تاريخ طويل من تاريخ الأغنية السودانية. Yeah.
الفنان الراقي بكري علي بكري البعيو لهذا الفاصل الرائع. شكرا للفرقة التي صاحبته بهذه الأغنيات. تحية لكم جميعا أحبتنا، ونحن سنتواصل معكم في المساحة القادمة. معنا أيضا ذلك الفنان الذي بدأ في أسرة فنية تشرب بأغنيات الحقيبة والأغنيات الشعبية. قبل أن أسترسل، أهلا بكم من داخل دار فن اتحاد الغناء الشعبي بأم درمان. الوصلة الفائتة التي قدمها الفنان بكري البعيو، والوصلة الحماسية التي تمجد القيم الأخلاقية العالية، هذا الموروث الغنائي الكبير الذي ورثناه منذ عشرينيات القرن الماضي، منذ أن عرف السودان الغناء والأغنيات، حيث دارت الأغنيات في معانيها حول الشجاعة والحماس، حيث غنت النساء لشقائهن الرجال لإزكاء روح الحماسة لديهم، وغنت بنونة بالتلمك ما دايرالك الميت أمرماد الشح دايراك يوم لقى بديميكة تتوشح الميت مسولب والعجاج يكتح، وغيرها من بغير الأغنيات. أهلا بكم جميعا، ونحن نلتقي بعدد من الحضور هنا لنستنطقهم حول حضورهم لهذه الليلة. أرحب بمعاوية فضل الله أحد رواد المنتديات. حبابك عليكم السلام، مرحبا بك الله يخليك أستاذ، مرحبا بقناة الشروق، ومرحبا بكم في دار اتحاد غناء الشعبي. ونحن سعيدين جدا بوجودكم معنا يعني، ونحن سعيدين بوجودنا معاكم. والتحية لأستاذتنا في قناة الشروق والمخرجين، وما قصرتوا معنا. احنا كل ما نجي حقيقة بنفرح بانه نحن سعيدين جدا بنلقى يعني قناة الشروق، هي من اوائل القنوات اللي بنشوفها في التلفزيونات يعني، او في الشاشات يعني. فالحمد لله يعني قدمت لنا يعني شيء جميل وشيء حلو وما قصرتوا. ونحن ذاتنا يعني في اتحاد القناة الشعبي يعني حتى بنركز دائما على كل المنتديات في الخرطوم وكده، لكن المنتدى الاتحاد القناة الشعبي هو من يعني المنتديات ما شاء الله يعني قدمت لنا خدمة كبيرة جدا، وكل الشباب وكل الشعب السوداني يعني بركز دائما على المنتدى الاتحاد القناة الشعبي، لانه يعني هو صرخ كبير، صرخ عميق، وله مكانته وله بصمته يعني موجودة في السودان
بين الناس وبين الشباب وكلنا. طيب معاوية، شنو الفرق بين الليلة اللي بيقيمها فن اتحاد فن الغناء الشعبي وبين المنتديات التي تقام راتبا في أي مكان؟ والله يا أخي الفرق أول حاجة إنه المنتديات الموجودة في السودان وفي كل الأغاليم وكله في العاصمة تختلف من منتدى الغناء الشعبي، لأنه فيه يعني ما شاء الله يعني فيه كمية من الشباب، فيه كمية من الفنانين يعني الكبيرين، ونحن ذاتنا بنجي نركز على اللي هو الاتحاد الغناء الشعبي، بنجي نحن الواحد فينا بيجي سعيد ومرتاح مبسوط، ليه؟ لأنه بتلقى كل الغناء الشعبي، بتلقى كل الغناء الموثق، بتلقى الحاجات الجميلة يعني موجودة. فالمنتديات الخارجية الثانية ما بتعرف تركز انك انت جاي عشان تسمع منه، لكن انت تجي هنا ده في الاتحاد بتلقى ما شاء الله كله ماشي، انت دايره بتلقاه من الحقيبه، من الفن، من الموسيقى الجميله، من الحان الجميله، من الكلمات الطيبه، وبتلقى يعني حتى الناس كلهم المركزين في الاتحاد هنا ده بيركزوا دائما على الغنى الحقيبه الاصلي يعني. معاوية، أنت من رواد المنتديات، شنو القيمة اللي بتقدمها لكم المنتديات الفنية وتحديدا المنتدى الذي يقيمه دار اتحاد فن الغناء الشعبي؟ والله يا أخي دار اتحاد فن الغناء الشعبي ما شاء الله يعني حاجة ما هينة يعني علينا، بعدين يعني ده شيء موروث يعني وموثق من بدري، إنه الناس يعني بتتواجد دائما في اتحاد الغناء الشعبي، هو شايف ما شاء الله خير من الفنانين ويعني الفنانين الكبار بالذات مثل الاستاذ كمال ترباس والاستاذ عوض الكريم عبد الله وكل الاساتذه يعني موجودين، حتى كل الكوكب بتاعت اللعيبه الدوليين مثل مصطفى النجر والناس الثانيين من الشباب الفنانين الشباب ده برضه يعني حاجه جميله جدا والله ما شاء الله. يعني احنا ذاتنا بنجي من نكون جايين الاتحاد زي كانوا جايين لنا لعرس عليه كده يعني مو جايين ساي. شكرا يا معاوية، الله يديك العافيه واستاذ كثر خيرك، وشكرا على قناه الشروق، وشكرا على الطاقم الموجود يعني، وانتم ما قصرتوا معانا يعني في كل سبت في كل يوم بنلقاكم موجودين، واحنا سعيدين جدا بوجودكم يعني ووجودنا معاكم والله. خيرك، شكرا. هي محطتنا الاولى مع معاويه فضل الله احد رواد منتديات فن الغناء الشعبي. نستمر في هذه الليله ونحن نقدم عدد من المتداخلين للحديث اكثر حول هذه الليله وعن مشاركتهم وعن حضورهم في هذه الليله. دار اتحاد فن الغناء الشعبي التي تقدم عدد من الاسماء والفنانين الشباب، هذه المساحات الجميله التي تمتد بيننا وبينكم على مدار الأيام الليلة الراتبة التي نقدم فيها عدد من الأسماء. الآن أرحب بالفنان بكري البعيو صاحب الوصلة السابقة. مرحبا بك بكري، حبابك عشرة. مرحبا عليكم السلام وأهلا بكم في داركم وفي منزلكم أسرة قناة الشروق، مرحبا بكم. بكري، كلمنا بداية عن مشاركتك في هذه الليلة. والله أنا طبعا ما غريب على هذه الدار، أنا عضو في هذه الدار منذ العام 1994، ودائما كنا بنشارك في الفعاليات اللي بتنتظم الاتحاد في ممثلة في المنتديات وكده يعني. ومؤخرا الواحد يعني للاسف الشديد يعني مع الجري الحاصل ده كده يعني انقطع فتره بسيطه، ولكن دي دارنا وترعرعنا فيها، ومعلومه انه انا لما دخلت هذه الدار قبل ما انال عضويتها في 1994 دخلتها عازف مع الاستاذ الراحل محمد احمد عوض في نهاية الثمانينات عندما كان الفنان محمد أحمد عوض الرئيس لهذا الاتحاد. يعني بكري، ما الذي تعلمته من محمد أحمد عوض هذا الاسم الكبير الذي شكل أحد أعمدة فن الغناء الشعبي في السودان وانت عزفت خلفه؟ والله ليس محمد أحمد عوض فقط، ولكن كل الأساتذة الذين انتقلوا إلى رحاب الله، خلف الله حمد والذي قدمت له الأغنية الأخيرة، الأستاذ صديق الكحلاوي، الأساتذة الذين انتقلوا إلى رحاب الله يعني تعلمنا منهم الكثير والكثير والكثير، والذي نفتقده في هذه السنوات يعني.
تعلمنا منهم الأدب، تعلمنا منهم الانضباط في الزمن، تعلمنا منهم كيف يتعامل الفنان مع المجتمع والمحيط من حوله، تعلمنا منهم الكثير الكثير الذي لا يحصى في هذه السانحة الصغيرة. خلينا نسأل عن سر الاسم بكر البيعو، منو سماك بكر البيعو؟ والله الكلام ده يرجع، حتقوم تدخلنا في الحتات الضيقة يعني، الكلام ده يرجع إلى بداية الثمانينات، 81 تقريبا 82، الفنان الأستاذ الأخ الأكبر عبد الله البيعو كانت له أغنية مشهورة جدا جدا من كلمات الأستاذ الراحل حسن الزبير، أغنية صورتك الخايف عليها، وأنا يعني عجبتني الأغنية دي وابتديت أغنيها، واستهوتني الحركة المسرحية بتاعت الأستاذ عبد الله عبد القادر البيعو في المسرح، ونحن في الزمن ذاك طلبة، فالمهم ابتديت أغني له في المسارح وكذا، فمن الزمن ذاك جاءت المسألة بتاعت بكري البيعو وبكري البيعو لغاية الآن. طيب بكري، أنت من الأعضاء القديمين جدا في هذه الدار، ما الذي أضافته هذه الدار لكم كفنانين؟ وشايف يعني أيضا تتيح الفرصة لعدد من الفنانين الشباب فيما يلي مسألة تواصل الأجيال. والله هذه الدار التي أكن لها كل احترام وتقدير أضافت لنا الكثير جد، يعني أضافت لنا الكثير، يعني علمتنا وهذبتنا كفنانين، هذبتنا كفنانين، أضافت لنا الكثير والكثير، ومسألة إتاحة الفرصة للأجيال اللاحقة هي لا تعدو كونها تواصل أجيال، يعني هسي أخونا اللي حيطلع بعدنا ده يا أخونا رماح الزين كلس، هو في باعتباره أخونا الأصغر يعني، ووالده رحمة الله عليه يعني زامناه في فترات سابقة يعني وفي سنين سابقة، فهذا الاتحاد أضاف لنا الكثير والكثير اللي لا يمكن حصره في 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 جمل أو كلمات. جميل بكري، في محور أخير نتكلم عن دار اتحاد فن الغناء الشعبي من جانبين، ما تقدم من قيمة للمشاهد والمتابع والمستمع، وما تقدم من دعم للفنان عندما ينال العضوية. الشق الأول، ما تقدمه أو ما يقدمه اتحاد فن الغناء الشعبي المركز العام أم درمان هنا للشرائح التي ترتاد هذا الصرح العظيم كما ترى الآن، يعني خلينا نقول دعمي معنوي، لأنه كل هذه الحشود التي يعني تتنادى لكل المنتديات، بالمناسبة هي حشود خطيرة جدا جدا، أنا شخصيا بكري ده يعني لما أقف في هذه الخشبة بكون شايل هم كبير جدا جدا، عشان أقدم شنو عشان الناس دي، هي ما بالمناسبة يعني الأذن بتاعتها أذن نظيفة جدا جدا، فدي الشريحة الخطرة، فلذلك أي أغنية زي ما بقولوا كده بالبلدي ملكلكة أو كلمة اتنطرت هنا ده بقى محسوب علينا. هذا الدار يقدم دفع معنوي كبير جدا جدا لكل الشرائح التي تتنادى لحضور فعالياته. جميل، أنا شاكر لك جدا الفنان بكري البيعو، كنت ضيف عزيز علينا جدا في قناة الشروق وقدمت الوصل الغنائية الأولى، كتر خيرك وتمنياتي لك بالتوفيق. الله يخليك وانتو زادكم كتر خيركم، يعني شرفتونا في دارنا ومرحب بكم دوما، يعني كتر خيرك شديد. شكرا بكري البيعو، نتواصل نحن وأنتم من داخل دار اتحاد فن الغناء الشعبي بأم درمان، ونواصل اصطياد الضيوف هذه الليلة لنتحدث أكثر حول الليلة ومضامينها. ورحب بالفنان الشاب بكري الزين كلس حبابك عشرة، مرحب بك. السلام ورحمة الله، مرحب بكم، والله يديكم الصحة والعافية. رماح الزين كلس، مرحب بك رماح الزين حبابك عشرة، ونتكلم برضو عن مشاركتك في هذه الليلة. الله يديك العافية، أول شيء شكرا قناة الشروق على الاستضافة الجميلة دي، وشكرا لكم كثير. أنا طبعا عضو في اتحاد فن الغناء الشعبي، يعني ما من بعيد شديد، يا هو طبعا ما شاء الله داعميننا وبيقفوا معنا ناس الاتحاد دين، ربنا يديهم الصحة والعافية. وشاركتك قبل كده كم مرة، لكن يعني البرقة في قناة الشروق جات بست لنا الحاجة دي، وقبل كده ما
حبابك عشرة. وبرضو واحدة من الحاجات المهمة المفروض نتكلم عنها، اتكلموا عنك السابقين بانه والدك ايضا كان من المساهمين في فن الغناء الشعبي، الحاجة دي اضافت لك شنو على مستوى مسيرتك الفنية؟ طبعا الوالد رحمة الله عليه وكان عضو برضو اتحاد فن الغناء الشعبي وعضو فلاح، يعني زي ما بقوله أنا مما قمت لقيت الغنى الشعبي وغنى الحقيبة في بيتنا، إذا سرت به جدا إذا سرت بالمندلين كان البروفات بتكون في البيت والغنى والفنانين كانوا بيجونا في البيت، شربت الحاجة دي أنا من زمان. يعني مجهز شنو الليلة نسمعها للمشاهدين وللحضور؟ يعني طبعا الغنى الشعبي زي ما قلت وغنى الحقيبة، وإن شاء الله غنية لرحل المقيم الفنان الزردي إبراهيم عوض نسك بها إن شاء الله، هو الغنية حابدة بها. الله جميل. رماح نحن شاكرين لك ومنياتنا لك بالتوفيق، وان شاء الله نشوفك في اجمل الاماكن، كتر خيرك. شكرا، الله يديكم العافيه وفرصه سعيده، ربنا يكرمكم ان شاء الله. دي كانت مساحتنا مع الفنان الشاب رماح الزين كلس، المغني الشاب الذي سيحيي ما تبقى من هذا الحفل عدد من الاغنيات الجميله التي استمعنا اليها في النصف الاول من هذه الليله، هذه الليله التي قدمنا فيها الكثير من الاغنيات التي تنوعت ما بين اغنيات الحقيبه وما بين الاغنيات التراثيه، الاغنيات التي حملت المضامين والقيم التي تشجع على الاحتفاظ بالقيم السودانية الأصيلة. الأغنية السودانية تحمل في طياتها الكثير من المعاني التي تشكل الوجدان السوداني على مدى سنوات طويلة جدا. استمعنا لهذه الأغنيات على مدار سنوات الليلة من داخل دار فن اتحاد الغناء الشعبي بأم درمان، نستمع لعدد من الأغنيات بأصوات شبابية خالصة. أهلا بالجميع، متابعة طيبة نرجوها لكم. We'll be right back.
بعدت وانا نيت
الصلاة سامر يا عدت أنا من النجاة حبيبي سامر يا عدت أنا Thank you.
كبولو جمر فوق وركو ما حتى Thank you.
Yeah.
الوصلة الماضية قدمها الفنان رماح الزين كلس، هذا الصوت الشاب الذي عبق الأسماع باختياره للأغنيات التي جاءت من داخل دار فن اتحاد فن الغناء الشعبي بأم درمان، حيث عدد من الأغنيات المتنوعة التي نشهدها هذه الليلة ونحن نتابع هذا البرنامج ليالي الحقيبة، الأغنيات التي استطاعت أن تشكل الوجدان عبر عدد من السنوات ومن خلال ما خطه عدد من الشعراء منذ الذين كتبوا الأغنيات باكرا منذ عشرينيات القرن الماضي الذين ساهموا بكلماتهم في صياغة الوجدان السوداني، نذكر منهم عوض جبريل وما خطه كلمات عوض جبريل لعدد من الأسماء الكبيرة في فضاء الفن السوداني ومساهمات أحمد محمود فلاح، وكذلك الحقيبة الأغنية السودانية، هذه الحقبة التاريخية التي شهدت عدد من الأغنيات، نذكر منه عبد الرحمن الرياح، هذا الاسم الكبير المخضرم الذي استطاع أن يقدم عدد من الأسماء الكبيرة. Amitara, wahyani kiraman natar. Shofele, amitara.
شفتي الشوق يا ناس الشوق لو شفتي الشوق يا ناس الشوق الشوق يا ناس الشوق الشوق يا ناس الشوق ما أظنك تبخلي بزيارة طواتك لو هجرت دارنا لمصير تعود تطر ديارنا شوفيني أبي طارق الريد البدورك تني الزهرة تضمنت محاسن من كل روضة زهرة من كل زهرة عين. هذه كانت ليلة اليوم من داخل دار اتحاد فن الغناء الشعبي بأم درمان. شكرا لكل الذين تابعوا هذه الحلقة اليوم. الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى حلقة جديدة وتلاقي جديد. حتى ذلك والحين في أمان الله.